مشاهدي الايام بانسكات داخل وخارج ارض الوطن، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم ميكرو الايام. موضوع حلقه اليوم اعزائي الافاضل خاص بانتخابات 7 اكتوبر، كيفاش تلقى الشارع المغربي نتائج هذه الانتخابات وشنو هما السيناريوهات المحتمله لتشكيل الحكومه الجديده ورئيس الحكومه المقبل. هبطنا اليوم للشارع المغربي وسولنا المواطنين بخصوص هذه المواضيع، وكانت هذه مجموعه من الاراء والملاحظات لنتابع. بالنسبه لنا النتائج راه مزيانه، العداله والتنميه بالنسبه لذاك الشيء اللي شفنا في هاد 5 سنين اللي داز كان شي نتائج اللي هي بعدا ملموسه بالنسبه لشي اصلاحات وهذا، وتنتمناو حنا فرحنا منين شفنا العداله والتنميه اللي طلعت 125 مقعد. النتائج كنا متوقعينها باش تكون هي الاولى، دابا تنتسناو نشوفوا بالنسبه للتحالفات شكون اللي غيحكم. ديك الساعة نتمناو لها الخير ونتمناو منها مسيرة موفقة مثل 5 سنين اللي دازت. بالنسبة للتعليق على النتائج انتخابات الشرعية لهذ السنة 2016، كيف ما شفنا أن الحزب العدالة والتنمية هو اللي دا المرتبة الأولى، بالنسبة لنا حنايا طلبة كنا كنشوفوا بلي الأسرة المعاصرة هي اللي كانت تديها نظرا للحملة ديالها اللي كانت كتقوم بها. ولكن تصدمنا بالنتيجه بالنسبه للعداله والتنميه اللي هي اللي احتلت المرتبه الاولى بنسبه 99%، وهنيئا لها هنيئا لها. كلشي المغاربه مصوتين على العداله والتنميه، لان العداله والتنميه هي اللي باغي المغاربه، ماشي عكس الحزب الاصاله والمعاصره الذي الطرف المغاربه الذي يعطي الاموال قصد التصويت على الاصاله والمعاصره، عكس العدالة والتنمية فالمجتمع المغربي صوت عليها بكل شفافية. النتائج كانت متوقعة، كنا كنتسناو تكون الفوز ما بين يا إما حزب العدالة والتنمية ولا حزب الأصالة والمعاصرة، ولكن الحمد لله طلع حزب العدالة والتنمية اللي كان متوقع 100% هو اللي غينجح والحمد لله. التعليق ديال على النتائج هي نتائج إيجابية، وستيفن كيرانا كندعمو في هادشي اللي دار، وهاد الملحمة كبيرة بزاف وكاع المغاربة شنتيقوا فيه، فهمتي، وكاملين غنبقاو مع ستيفن كيران. هو كانت متوقعة، النتيجة كانت متوقعة، مي باغ كونتخ نيمغي بيان كو يشونجيو الأمين العام. Parce que Benkiran, il n'est pas. Je ne sais pas. Je ne le vois pas représenter tout le Maroc, Premier ministre, sa façon de parler, ou etc. بالنسبة للرئيس الحكومة نريد عبد الإله بنكيران أن يبقى في رئاسة الولاية الثانية. كان نرشح بنكيران هو اللي يكون رئيس الحكومة. بالنسبة لي نحن تنتمناو يكون بنكيران. وبالنسبة لك كان شي وجه آخر نتمناو يكون من العدالة والتنمية. كنتمناو يكون سي عبد الله بن كيران. خصو يتواضع شويه ويسمع المغاربه ويبدا يرياليزي شويه من البروغرام ديالو، باسكو جوسكا لانستون ما شفناه الغلاق ضرب الطبقه المتوسطه اللي في الفينونس ما مسوش، مع بالعكس مشى في جهته، الوغ كو هو اللي سونسي طالع من الشعب وخصو يمثل الشعب. الحوايج اللي كنتظرهم من بن كيران الحكومه الجديده هي تلبيات الحاجيات اليومية ديال الطلبة، نظرا بكوني أنا طالب كنبغي يوفر لنا فرص الشغل بالنسبة للطلبة كاملين. والرسالة لبن كيران أنه يواصل المسيرة ديالو ونتمناو ليه الخير، تنتمناو بأنه يوصل في الإصلاحات اللي تم غادي فيها، وبغينا الـ5 سنين الجاية تكون إصلاحات اللي هي ملموسة بالنسبة للطبقة الشعبية. كاع الأحزاب السياسية غير قادرة على تحمل المغرب كامل، وستيفن كيران قادر على هذا المهم. كنطالبوه باش يواصل في المسيرة ديالو، ونتمناو نشوفوا تغييرات أخرى من بعد هذاك الشيء اللي شفناه، راه الحمد لله بانوا شي تغييرات، ولكن نتمناو يبان المزيد أكثر. Oh.